مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم بحلقه جديده من سكور. اليوم نحكي فيها عن الرياضه الميكانيكيه، عن احداث مهمه جدا كانت عم بتصير بلبنان الاسبوع الماضي، وايضا بدنا نحكي عن تنس موتوكروس وكره قدم لبنانيه. جورج حنا مساء الخير. مساء النور. امين صندوق نادي الراسينج بيروت اللي احتل السنه المركز السادس، بدنا لكم مبروك على هذا المركز رغم كل الصعوبات. هلا بنحكي اهميه كره القدم واهميه بيروت في هذا الاطار والاشرفيه تحديدا. بموضوع كرة القدم، مروان راسي زميل اليوم بمحطة واس ان، وايضا زميل معنا بالام تي في خبير الفورمولا 1 والرياضة الميكانيكية. خبرنا ويك اند كان رائع، ان كان فورمولا 1 وان كان ايضا رالي بالارجنتين وايضا تحضيرات لموتو جي بي مقبل. صحيح، يعني هلا تسارعت احداث الموتور سبورتس كلها، ان كان فورمولا 1 او موتو جي بي، ومواسم كلها قويه يعني بكل الاتجاهات، واخيرا ناطرين الفيراري تتقدم وبلشت تحط اجرائها على الارض بشكل كثير مزبوط. كمان بعالم الموتو جي بي ما عدنا عم نحكي بس فالنتينو روسي، صار طالع عندنا ستارز جداد مثل مافريك فينياليس. الحلو انه في نفضه جديده بالموتور سبورتس وبدنا للناس تستمتع فيها بشكل كبير. صار في جديد عم تقدر تربح، تقريبا نفس الشيء عم بيصير بالان بي اي. يعني اليوم بالان بي اي اتندنس كانت رائعه جدا بالمباريات، وحتى بلشنا ننسى مايكل جوردن، ننسى شاكيل وكوبي، صار في نجوم كثير كثير مهمين عم بيكونوا متواجدين اليوم. الجيل الجديد بعالم الرياضه مخيف، ما بعرف اذا في منشطات بالموضوع، ولكن هلا بنحكي اكثر بهيدي المواضيع. خبرنا عن نادي راسينج، يعني انا وياك بالتمام والكمال صار لنا سنه ما طلعنا، صار الموسم كله كنتم قاطعين. نعم، صار سنه على الارض. مثل ما بتعرف انطلق الموسم وكنا سوا قبل انطلاقة الموسم، وحكينا انه في عنا خطه عمل، عملنا بلان معين للنادي باداره الفريق وبالنسبه للموازنه تبع الفريق شو لازم تكون وين لازم تكون. الحمد لله كان طموحنا يمكن يكون اكثر بشوي من هيك، ولكن بتعرف الصعوبات اللي مرقنا فيها بالدوري اللبناني، كان في كثير اذا بدك مشاكل، لعبنا جيمات كثير قويه مع فرق كثير قويه قدرنا ربحنا، وبذات الوقت بس صارت الفرق اللي بدها تنافس لتبقى بالدرجه الاولى فريقنا قوي المستوى، قوي مستواهم نحن نزل مستوانا للاسف يعني. ولكن انا بعتبره موسم ما كان عاطل، كان طموحنا نكون احسن شوي، ما كان عاطل، كان منيح بال يعني بالمنطق ترتيب، تقدمنا من المركز الثامن بالموسم اللي قبل، هلا صرنا موسم ترتيب سادس. عملنا دراسه يعني مع الاستاذ بيير فارون قبل ما نقلي، عملنا دراسه للفريق كيف لازم نعلي المستوى ونخفف شوي بالموازنه ونحفز اللاعبين بطريقه انه شو بتعطي بتاخذ من خلال الاكاديميه ايضا، من خلال مش بس الاكاديمي، من خلال الاكاديمي، من خلال الحوافز للاعبين. يعني اليوم مثل ما بتعرفي بيجي اللاعب على اي نادي، ما عاد عندنا نحن بالنادي بيجي اللاعب يحصل على كل شيء بده اياه دغري بياخده بالمباشر، يعني لا، بدنا نشوف الفريق وين عم بيكون، كيف عم بيتقدم الفريق حسب النقاط حسب الترتيب، بتصير الحوافز اكبر واعلى 100%. كل ما علي ترتيب بس ما الفريق، ما ظبطت لانه ترجعتوا بالفتره الأخيرة. لا بالعكس، ما ظبطت بالنسبه للاعبين بس بالنسبه لنا وصلنا على الهدف تبعنا، ترتيبنا سادس بالموازن اللي كنا نحن حطينا انه الفريق بهالترتيب هيك لازم يكون، فالحمد لله كانت منيحه الحمد لله. هلا بدنا نبلش نحكي عن الموسم المقبل، وايضا بدنا نحكي عن مستوى كره القدم اللبنانيه، ولكن بدايه خلينا نكون مع اول ريبورتاج له علاقه بفريق لبنان سكولينج مع السائق أليكس زمرجان، يلي قدر انه يعمل نتيجه ممتازه الويك اند الماضي على حلبة مونزا الايطاليه. غالبا بتكون الرياضه افضل وسيله لنشر الرسائل الهادفه لمجتمع افضل. رسالة وطنية حملها السائق أليكس ديمرجيون لينادي باسم لبنان ويوصل الصوت من خلال إنجاز فوزه بالمركز الأول بافتتاح سلسلة سباقات بلامبان للتحمل على حلبة مونزا الإيطالية. انتصار أبعد من رياضي بالنسبة لديمرجيون اللي كان هدفه الأول والأخير إيصال رسالة إلى اللبنانيين بتعكس أمل بأنه اسم بلدهم قادر يكون تحت الأضواء على الساحة العالمية. كنا رح نعمل كل شيء تنربح، والحمد لله كتر خير ربحنا، شعور كثير حلو. Very proud to present my country. وكل العالم هلا عم يحكوا هلا انه رح يعملوا يمكن تيمز اكبر واكبر. الفوز اللبناني ما كان سهل على الاطلاق، فبعد احتلاله المركز الثاني بالتجارب التاهيليه اضطرت سياره 488 جي تي 3 التابعه لفريق اف كورسي للانطلاق من المركز الاخير بعد عطل مفاجئ بالجير بوكس، الامر اللي اجبر الفريق التقني لاستبدالها بزمن قياسي بلغ 45 دقيقه فقط.
إنجاز للفريق الإيطالي عكس العمل الكبير اللي عمله لتأمين فوز البطل اللبناني. بطبيعة الحال أكد ديميرجيون مع زميلي الإيطالي دافيد ريتزو والبريطانية أبي إيتون إصرارهم على عبور خط النهائي بمركز متقدم، فتخطى المصاعب اللي واجهها بعد المشكلة الميكانيكية الطارئة وأنهت السيارة حاملة الرقم 961 اللي بيرمز للبنان المغامرة بنجاح، بعد ما حافظ كل من إيتون وريتزو على الأوقات الجيدة اللي سجلها ديميرجيون واللي كان أول المنطلقين بالسباق اللي استمر لثلاث ساعات. كيف أنا مشك قبل الديبار بشي ساعة ونص غير بودو فيتاس. كان في 12 واحد على العربية. Was a very stressful moment, but they did an amazing job. Amazing job. عن جد مش معقولين. And we finished one minute before the start actually. So we had to take last position. كان في penalty. إذا ما ضغط على الوقت حطوا لك penalty. So حطونا آخر شيء على الجريد. الروح الوطنية كانت حاضرة بقوة بمونزا مع كل اللبنانيين يلي واكبوا أليكس ديميرجيون بهالسباق وشكلوا عامل دعم له ليتخطى كل المصاعب بطريقه إلى منصة التتويج. طموحه لأليكس كتير كبير وطموحنا كشركة كتير كبير إنه نرفع علم لبنان عالي وإنترناشنلي، ولهذا السبب يلي مشاركين هون. نحن أهم شيء بالنسبة لنا لبنان نرجع نفرج العالم إنه فيهم يوثقوا بلبنان وفينا نكون وين ما كان موجودين. في عنا شباب لبنان عندهم قدرة مخيفة بتعرف يجوا يشاركوا بهيك سباقات ويرفعوا اسم لبنان عالي كتير مثل أليكس. هالإنجاز ما في شك رح يفتح الباب أمام مشاركة لبنانية أقوى بهالنوع من السباقات، فكان الكلام اللافت لبطل لبنان للراليات روجيف غالي اللي ما استبعد فكرة التحاقه بالفريق البطل. أكيد رح نكون موجودين، رح نكون موجود شي مرة وأقدر أجرب هيك سيارة، نعمل one day testing وشوف قدي لقلي أنا بتكون حماس. أليكس رح بيكون ضيفنا الأسبوع المقبل تنحكي أكثر حول هذه التجربة، التجربة اللبنانية عم بتكون غنية بعالم الرياضة الميكانيكية، إن شاء الله السنة أليكس حلوة شعار ولبنان إز كولينج هيك بتأثر وشعور حلو تشوفه بمونزا شعور وطني كبير نعم وتشوف هالسيارة بمونزا بالسحبات الطوالية بنعرفهم من الفورمولا 1 كثير هيك من الأقدم. على كل حال اليوم 1 أيار مروان ما لازم ننسى ابدا، ما بعرف جورج انت كمان اذا بتتذكر معنا واذا بكيت سنه 1994 مثل هالوقت بالذات توفى ايرتون سنة بايمولا على قوه تومبريلو صحيح بوحده من اكثر المآسي اللي عشناها بعالم الفورمولا 1. يمكن انا بتذكر شغلتين بعالم الفورمولا 1، اكيد صار في احداث مميته كثيره ولكن بتذكر اكسيدان كيلاودا وبتذكر وفاه ايرتون سنة بعالم الفورمولا 1. صحيح نجيب لا الحلو انه عنصر الامان صار قوي كثير بعالم الفورمولا 1، يعني مع مرور السنين صارت يمكن الحوادث المميته قليله كثير، يعني يمكن السايكل صار كل 5-6 سنين، بالاول كان بالسنه الواحده كان ممكن يصير اكثر من حادث. هذا بالنسبه للفورمولا 1، اكيد بغير رياضات بعدها قويه كثير وخطره، يعني نحن شفنا مع مايكل شوماخر يمكن بسكي راح اذى حاله معنا كان حاطط جدا. حكينا شوي عن الفورمولا 1 عن السباق اللي كنا عم نتابعه كمان على حلبة ممتازه السنه الجايه رايح لأنا وجورج سوا نحضر سباق فيها حلبة سوتشي الروسيه اكيد حلبة جديده نيو تكنيك يعني شوي قريبه من الحلبات العربيه والاسيويه صحيح هي بتشبه الحلبات الحديثه هي اللي طلعت بعد ال 2000 اكيد للدرايفر ما عنده انبوت كثير يعني السياره بتعطي نتيجه اكثر من الدرايفر فيها الحلو انه شفنا فيراري اخذوا 1-2 بالكواليفاينج ونحن عارفين انه عندهم داون فورس اكثر وبيستهلكوا الاطارات اقل من مرسيدس بس كان عندهم سنجل لاب سبيد كانت كثير اضعف من المرسيدس هيدي لمره شفناهم ب 1-2 من زمن كثير طويل يعني نتيجه كثير منيحه اللونش عند المرسيدس كان افضل بكثير من عند الفيراري على كل حال بنشوف التقرير وبنعلق عليه سوا إذا عند الانطلاق بيخسر سيباستيان فيتل مركز الانطلاق الأول وبيتجاوزه من خلفه فالتيري بوتاس يلي بيختفي بالصدارة من بعد عدة لفات بيقدر يبتعد تقريبا 0.3 ثانية أكيد ما بدنا ننسى خروج السيفتي كار عند الانطلاق من بعد الحوادث وهون عند الانطلاق كيف منشوف فالتيري بوتاس قدر استفاد من التو أو من الصغرة الانسيابية اللي حدثت أمامه من وراء سيارة فيتل و
بيقدر يتفوق عليه وبيحافظ باستراتيجي قويه بيحافظ على صدارته بالسباق من اوله لاخره. باخر لفات السباق اكيد فيتل بيحاول يضغط، وخاصه انه كانوا اطاراته فريشر يعني اجد من اطارات بوتاس، بس لكن بوتاس يلي كان عنده دم بارد خلال السباق كله ما بيقدر يخلي فيتل يوصل له تيقدر يتجاوزه، ودائما كان بعد عنه اكثر من ثانيه لحديد خط البدايه النهايه تما يقدر يستفيد من الدي ار اس ويقوم بالتجاوز عليه. اذا فوز اول لفالتيري بوتاس نتيجه كثير منيحه له. ويا نجيب مين اللي كان ما كان مبسوط؟ هو زميل او يعني ما صدق كيف تخلص من من روزبرغ اجى اول شيء زميله منه مبسوط كثير، بس اللي مش مبسوط اكثر هو كيمي رايكنن. هلا بتشوف الرياكشن عليه على البوديوم فنلندي كمان. اذا حدا فنلندي لازم يربح عم تشوفه امامك يعني لازم يكون كيمي رايكنن. كنت عم تحكي انه عن عنصر الشباب وقديش عم بيدخلوا، يعني ما بيلحق الواحد يوصل على البيك تبعه بهالرياضات غير دائما بيطلع له حدا ثاني دغري، دائما عم بيصير عندهم فتنس وسكيل ليفل وتقدم، ويعني شو نقطه جنون عم بيقدروا يعملوا افضل من الابطال المخضرمين. ما عندنا مثل السنين الواضي يلي بتبقى 10 سنين انت بالصداره وما في حدا بيقدر ينافسك، ما بتلاقي غير اجى حدا مجنون اكثر منك. والدليل انه هلا بيرالي الارجنتين رح نتابعه من بعد بريك، تيري نوفيل البلجيكي يلي كان بهامش اذا فينا نقول البطوله من وراء الفرنسوي سيباستيان اوجي وسيباستيان لوب عم بيعمل نتائج ممتازه. هل فينا نقول انه ايضا نفس الشيء اللي عم بقوله مروان بعالم الرياضه الميكانيكيه وايضا يلي حكيته ايضا عن عالم الان بي اي الاسبوع المقبل روبير عماد بيكون معنا بنحكي اكثر حول هذا الموضوع، فينا نقوله عن نادي الراسينج يعني انتم عم بتجددوا شبابكم ام انه الايكونز يلي عمرهم 10 سنين بالفريق وصار له اكثر من 10 سنين عم بيخدموا نادي الراسينج، اذا كان في لهم 10 سنين عم بيكونوا هن اللي مسيطرين؟ لا ليك بالفوتبول مثل ما حكيت ذات الشيء عم بتصير وين ما كان، هيدي الشغله دائما عم بيطلع لك جيل جديد عم بتلاقي فيه حتى لاعبين مميزين عم بيتخطوا اللاعبين المخضرمين، ولكن بيبقى بالفوتبول بيبقى في شغله مهمه بالفوتبول انه عامل الخبره هو كثير مهم عند اللاعب وهذا بيكتسبه مع الوقت. هون يمكن شوي فيها شويه فرق، هونيك في جنون في جنون بالسرعه، هون بده يكون يعني بده يستعمل في ناس على فتنس على 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 موهبه كبيره، بس كلها عم تتطور صح ودائما عم تنقل من سنه لسنه. اذا بتلاحظ حتى بالفوتبول كل سنه حتى باوروبا حتى بالعالم او بلبنان دائما في لاعبين عم تسمع فيهم بلش يبين بلش بيقول لك مثلا لاعب الفلان صار يمكن هيدا بده يتخطى ميسي يمكن هيدا احسن من فلان، دائما عم بيطلع وهذا شيء كثير منيح وشيء بوزيتيف للعبه. نجيب هي الرياضه قد ما بتفوت مصاري يعني حتى مش فورمولا 1 موتو جي بي السالاريز تبعونهم ب 30 مليون يورو سنويه لاول توب 3 4. واذا بدك فينا نعتبر اليوم طلعت الموتو جي بي من تحت الضغط اللي كان حاططها تحت بيرني اكليسون صحيح، كان يقول لهم التلفزيون بدكم فورمولا 1 ممنوع تاخذوا موتو جي بي صح. اليوم مع الامريكان اللي اجوا يسيطروا على الفورمولا 1 يعني هلا اخر سباق كان باوستن تكساس كمان كان مثلين ناس ومشاهدات وعم بيعملوا كله عم بيتوجه للاكشن سبورتس يلي هن سبورتس يلي يمكن فيهم خبيط فيهم حوادث فيهم اكشن يعني كتير. اذا بنسميهم الاكستريم سبورتس اذا بدك يعني صاروا موجودين بالسبورتس العادي. حبعطيك مثلا يعني هالسنه متصدر او بطل متصدر بطوله بس كان في مافريك فينياليس يلي اجى جديد الى جانب فالنتينو روسي متفوق على الكل ابطال العالم كلهم نحوه، لكن هو اسرع واحد ومن حيلا مركز عم ينطلق عم بيوصل ينهي سباقه بالاول. فينيالس بلش سباقات البايكس بعمر 3 سنين، شوف قديش بيفكروا بكير بيوروب يعني قرروا اهله عمره 3 سنين هذا بده يطلع بايكر خلصت من 3 سنين اكيد على عمر 14 15 بيظهر في بلانينج نحن يلي معنا في رؤيه في تخطيط. جورج هون سؤال ايضا بقصه كره القدم لانه اول القسم الثاني ايضا رح نحكي كره القدم مع الكلاسيكو يلي كان عم بصير ببيروت. هل سقطت المقوله انه الانديه المسيحيه ما فيها تعمل نتيجه جيده بعالم كره القدم؟ شفنا السلام صغيرتا اصل الفريق الصديق بالمركز الثاني، الراسينج انتم بالمركز السادس ونحن من 3 4 سنين كمان عملنا ثالث مركز ثاني. يعني هل في 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 تحرك؟ ليك بسألك لك شغله كثير بحب احكي انا بالسبور انه مسيحي وغير مسيحي. لا انا عم بحكي لانه هذا الواقع. بس ليك لك شغله، حتى المسيحي اعطيه ثقه فرجيه انه اذا انت بمحل عم بتحط مصاري عم توصل ايه بتسقط هاي المقوله، يعني بده ثقه
بده يحس حاله مشارك بإدارة اللعبة، مشارك بالاتحاد 100%. مش كومبارس يعني مش معقول الأندية. عفوا أنا ما عم نقول عن حدا يعني، بس لا أنا عم بحكي الرأي بالقرارات. إذا بدك مش معقول أندية مثل الراسينج أو السلام زغرطة يحطوا موازنة كل سنة ليطوروا اللعبة وتلاقيهم مثلا خارج إدارة اللعبة، هون بتحسها في شيء غلط. لا، لازم المشاركة هي بتخلي الكل بس يحس حاله مشارك، يجوا الرأسمالية المسيحية بصيروا يحطوا ميل أكثر باللعبة وبتحس أنه بتوصل لنتيجة، وأنا برأيي هيك أحسن. هلا خلينا نتوقف مع بريك، بنرجع معكم القسم الثاني مع أحداث عديدة رح نتبعها من رالي الأرجنتين لموتوكروس لتنس وبطبع لكلاسيكو الأساطير يلي كان عم بصير ببيروت. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور لليلة يلي رح نحكي فيه عن كلاسيكو الأساطير، عن الرياضة الميكانيكية، وأيضا عن نادي الراسينج يلي بهالشهر رح بيكون في عندكم العشاء السنوي. السنة الماضية كان بحزيران بلشوا تحضيرات للموسم المقبل بكير السنة بعشر أيار. لك لك شغلة، هي بالمنطق إذا بتشوفها مساقبة تقريبا التوقيت السنة هو الأصح إذا بدك. نحن واحد بيتعلم من الأشياء الصغيرة اللي بتكون صايرة قبل. حبينا ما يكون في أعياد أو أي مناسبات وقبل شهر رمضان بالتحديد. وبتعرف يعني المسؤول عن هالحفل واللي عم بيخليه ينجح هو المدام باولا فرعون رزق، اللي هي بتتابع كل الديتيلز دقائق زد. فالحمد لله دايما عم بيكون ناجح، والسنة إن شاء الله بيكون أنجح. السنة مروان بده يروح معنا، يلا أكيد نتشرف. ونجيب حضرتك يعني وكبتنا هذيك السنة وشفت أنه حفل انعمل بنادي فوتبول لبناني، شفت المستوى اللي كان فيه هالحفل وقدي الانطباع عند الصحفيين وعند كان العالم جيد جدا. كان جيد جدا. طب شو رأيك بالمستوى أيضا اللي شفناه بالكلاسيكو؟ تقريبا شوية كان بنفس الخط اللي كنا عم نتابعه مع نادي الراسينج وعم نتابعه مع عدد من الأندية، عم بيرتفع مستوى كرة القدم بلبنان. ليك الفوتبول بلبنان ايه عم بيرتفع، بس بده مواكبه من الاتحاد. ان شاء الله الاتحاد مش بس من الاتحاد يعني دائما نوصل لمحل بتلاقي الانديه بتحط معظم الانديه، ما بدي اقول كل الانديه، المشكله الاتحاد. شوي بنيجي عند بعض اعضاء الاتحاد، طبعا نقول كل اعضاء الاتحاد، المشكله من الانديه. انا برايي مش هون المشكله من الاثنين. نحن العائله تبع الفوتبول، نحن مسؤولين عن اللعبه، نحن لازم نعرف شو بدنا وكيف بدنا نوصل هاللعبه وكيف نطورها. اليوم في اداره استلمت هاللعبه، لازم كل الانديه اللي هي انتخبتها، يعني الانديه بمحل ما هي مسؤوله عن وصول هالاعضاء بهالاتحاد. قد ما بدك سمعنا حكي السنه تخطي القوانين ومشاكل وفي مباريات ما في تغطيه امنيه والى اخره الى اخره ومشاكل مع التحكيم، بدك يسمعني صح ولا لا؟ اوكي، هلا السنه في انتخابات على الانديه تعرف شو بدها ان شاء الله. على كل حال على قصه التحكيم، يعني مش الحال بالدوري الاسباني عم بيصير في مشاكل بالتحكيم. نحن اهل على حد اول صديق وزميل جورج سويدي، منيح اللي كانوا حكام لبنانيين بمباراه الكلاسيكو وقال كان في تطرف لمصلحه احد الطرفين، وانحطت بصحيفه لاس الاسبانيه هذه العباره اللي قالها جورج سويدي. خلينا نتابع سوا كلاسيكو الاساطير ونشوف شو كان عم بيصير بمدينه كميل شمعون للجمعه المساء. كروي عالمي استقبلته مساء امبارح مدينة كميل شمعون الرياضية بقلب بيروت. كلاسيكو الأساطير بين برشلونة وريال مدريد كان فعلا على قدر الطموحات حتى من ناحية الأهداف. نجوم كبار تعودنا نتابعهم بالملاعب الأوروبية والعالمية لعبوا امبارح على أرض لبنان بحضور الألاف بمدرجات المدينة الرياضية وبشكل مباشر وحصري على الام تي في. أساطير برشلونة بقيادة الساحر رونالدينيو بادروا بهز الشباك عبر الجناح الفرنسي السريع لودوفيك جولي بالدقيقة السابعة بعد أسيست رائع للنجم البرازيلي أعاد إلى أذهاننا ذكريات السنوات السابقة. ريال مدريد ما انتظر كتير ليعادل النتيجة، وهالمرة بتسديدة رائعة لفرناندو فرنانديز بالدقيقة 28 سكنت الزاوية العالية لمرمى البارسا. لكن الفريق الكتالوني عاد ليسجل مرة جديدة بالشوط الأول، هالمرة عبر سيماو سابروسا بالدقيقة 32 وبتمريرة ساحرة أخرى من رونالدينيو ليدخل البارسا على الاستراحة وهو بالمقدمة 2-1.
ومع انطلاق الشوط الثاني حاول ريال مدريد يعادل النتيجة من جديد، لكن البارسا بيل أخطر بهجماته، وبتمريرة حاسمة أخرى لسوبر رونالدينيو سجل جولي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه 3-1 بالدقيقة 61. قبل ما ينجح ريال مدريد بتقليص الفارق بالدقيقة 79 عبر فرانشيسكو غاريرو لينتهي كلاسيكو الأساطير بفوز برشلونة على ريال مدريد 3-2، وهي نفس نتيجة الكلاسيكو الأخير بين الفريقين بسانتياغو برنابيو بمدريد. على كل حال هذه المباراة أعطت صورة رائعة لمدينة بيروت، شفناها منقولة عبر تلفزيون برشلونة وتلفزيون ريال مدريد ومئات الملايين تبعوها. بالفعل بيروت ممكن تعطي نتيجة. هل فينا نحلم مروان انه بالفورمولا 1، بما انه حضرتك خبير فورمولا 1، موتو جي بي شوي صعبه مع عندنا السحبات الكبيره، او نشوف راليات مثل ما رح نشوف بعد شوي بالارجنتين يعني بلبنان؟ يمكن كان اقرب شيء لنا محلين، يا اما انت على كل حال كنت عم بتواكب قصه الفورمولا 1 مع رئيس الشهيد يعني وصلنا هيك على قربنا كثير. شخصيا حكيت مع بيرني اكليستون وكان بوزيتيف كثير، يعني كان في النيه موجوده هيك في محل ما هي تفركشت ورجعنا لورا. اكيد مثل بيرني اكليستون والكل اللي بيقوموا بيقودوا هذه العمليه بيعرفوا كمان بالبوليتكس بالسياسي شو ناطرنا، وصار عنا زلزال وكلها فرطت عنا، بس وصلنا بمحل كثير قريب يعني قريبين كثير. اي يمكن الراليات تكنيكاليتيز نحن عنا المشاكل فيهم، زفت، بحص، رمل، هلا عندك كل المراحل كل طرقات بطوله العالم عنا يا هون، ما بعرف بدنا نزيد واحده جديده يعني ما بيحبوا الزفت مثلا، ما في زفت عنا جوار مثلا وعندهم واحده جوار ما عندهم واحده نحن عنا ناس عم بقول لك فينا اللي بدنا اياه بكل مرحله فينا نعمل سبق بدنا نغير الامور. فينا نحكي ايضا ونحلم بامور اخرى بلبنان ان شاء الله. يمكن هلا اذا نحن ببدايه نشوف الضوء بنهايه التانل، يعني مثل ما بيقولوا ما بعرف هيك حاسس البلد عم بيشتغل صح، مع انه ما في مصاري البلد ومبينه بكل انواع التجاره والبزنسز، بس على اللي حاسس انه عم ينشغل صح، ما عم بحكي سياسه، عم بحكي الكل كانه فيلينج. عندهم نيه، اكيد في نيه ثانيه عند السياسيين ما بدي احكي فيها، بس في شيء هيك عم بينحط على الخط، بس بده وقت، صرنا مهملين فتره كثير طويله يعني. على كل حال عم بقول لك يعني اللي عم نشوفه شغله كثير حلوه، وب كرة القدم بغير رياضات يعني عم نشتغل. شفنا الكلاسيكو يلي صار بيروت، شفنا أليكس زمرجان لبناني عم بينافس الكبار بعالم الرياضة الميكانيكية مثله مثل أسماء أخرى رح نبقى نحكي عنها ببرنامجنا. عن كل لبناني عم بيكون خارج لبنان نحن رح منكون إلى جانبه. هلا رح منتابع راليات مع المرحلة الرابعة من بطولة العالم يلي كانت عم تصير بالأرجنتين. منافسات قوية كانت عم تجمع عدد كبير من الأسماء المعروفة بعالم الرياضة الميكانيكية وخاصة راليات الأرجنتين اللي صارت عم تستضيف دكار، يعني غريبة شوي قصة دكار بأمريكا الجنوبية، ولكن الطرقات بعد شبه عذراء مثل ما عم نشوف هون، الطرقات ترابية على أسفلتية نوعا ما. المنافسة كانت قوية بين البريطاني إيفنز يلي اسم جديد عم بيلمع بعالم الرياضة الميكانيكية وتيري نوفيل البلجيكي يلي تأخر كتير يسيطر على عالم الرياضة الميكانيكية، وأوتاناك أوتاناكي بيكتفي بالمركز الثالث. إيفنز اللي كان متقدم ببداية نهار الأحد بفرق 11 ثانية بيرجع بيتراجع، وتيري نوفيل البلجيكي بيرجع بيربح على هيونداي بالمركز الأول وبترتيب بطولة العالم. سيباستيان أوجي بالمركز الأول، ياري ماتي لادفالا بالمركز الثاني، وتيري نوفيل بالمركز الثالث. جورج ده المنافسة بتخلق هيك حماس عند الفرق، يعني أنا بعرف إنه كلكم بمنتصف الموسم كان عندكم هيك خيبة أمل نوعا ما من التحكيم، وكل مباراة قبل المباراة وبعدها ينحكى عن قصة التحكيم، خيبات الأمل هل بتأثر على مستوى الفريق وحماسه؟ بتأثر على الجو العام تبع لعبة كرة القدم، بس السنة اللي هي كانت كتير إيجابية عن غير السنوات الماضية. إذا بتلاحظ إذا بتشوف كل الترتيب الفرق، يعني الفريق اللي هبط للدرجة الثانية مع الفريق الترتيبه ثالث في 7 نقاط ماشي يعني قد ايه المنافسه، قد ايه الانديه كانت عم تشتغل على حالها، وقد ايه كل هالانديه المستوى كان متقارب. يعني بس تشوف يعني نحن يمكن ترتيبنا سادس، الثالث بعيد عنا ب3 نقاط، يعني نحن ربحنا جيم، لو شدينا حالنا شوي بالاخير ربحنا جيم كنا عملنا ثالث، وحتى يعني العهد يعني يلي ربح بشق النفس نوعا ما لانه كان ملتهي فترات بالتصفيات للانديه العربيه. بدنا نكون شوي هيك واقعيه، ما كمان بدك، انا عم بقول لك ليش قريب المنافسه، لانه قريب الموازنات تبع هالانديه اللي عم تتنافس مع بعضها. اذا بتشوف العهد هو سابق الكل،
بس كان عنده صعوبات بالتصفيات لبطولة الأندية العربية، حط مجهود كتير كبير فيها. طبعا يعني رح نشوفه مع كبار العرب اليوم. نادي العهد أنا رح نشوفه مع كبار العرب. يمكن بتوازي موازنة 4-5 3-4 أندية تا مزيدة. بس الحلو برجع بقول لك الحلو إنه يمكن ما بتشوفها وين ما كان، أو أنا مش شايفها بعد لهلا، يمكن صار لي 15 سنة بالفوتبول، إنه كل الأندية فرق نقطة، في 3-4 أندية ذات النقاط. يعني شوف قد ايه كانت المنافسه شديده، يعني باخر جيم نحن كان فينا نكون كنادي راسينج عم بحكي، كان فينا نكون 20 بالترتيب وكان فينا نكون 60. لك قد ايه كانت متقاربه، يعني المنافسه قويه، الانديه بدها تشتغل، عم بجربوا يحطوا مال، عم بجربوا يتطوروا حالهم، عم بجربوا يجيبوا لاعبين. ومبروك للعهد، اكيد بيستاهل. يعني من اول الدوره بتبين هيك ملامح انه هيدا الفريق محضر حاله ليعمل بطل. اكيد مبروك، واكيد بنقول هارد لك للانديه اللي نزلت على الدرجه الثانيه الاجتماعي وشباب الساحل، ونحن عم نجرب قد ما فينا نحضر حالنا ونتطور لقدام. يعني السنه كنا سادس، كنا حابين نكون او كنا عم نجرب نشتغل نكون على البوديوم ان شاء الله السنه الجاي على البوديوم. اذا بهيك بهال يعني بهالعقليه وبهالاداره وبهالناس الموجودين بالنادي وبهالشفافيه، انا باكد لك قادرين نتطور لو بموازنه اقل بكثير عن بعض الانديه اللي هي ورانا بالترتيب. هلا رح نتابع مع اجواء الرياضه الميكانيكيه ورح نتوقف مع حدث كان عم بصير بمنطقه رعشين الكسروانيه. محبي المناطق الجبليه وسباقات السيارات الرباعيه الدفع كانوا على موعد مع المرحله الاولى من بطوله لبنان اللي عم تنطلق بشكل غير اعتيادي وسط مشاركه قياسيه وصلت الى 110 سيارات بظل اقبال كبير من مختلف الانديه اللبنانيه. حدث بتعتبره الجهه المنظمه الاول من نوعه بالشرق الاوسط من حيث المشاركه الكبيره والتنظيم. إذا بدي أقول الأول بلبنان يكون يمكن عم نقص من قيمته، لأنه هو الأول بالشرق الأوسط، يكون في عندك فوق 110 سيارات بفرد النهار عم بيشاركوا تقريبا. وبعد في عنا خطوة تانية اللي هي بكرة كمان في كمية كبيرة، كمان أول بطولة من أول مرحلة بطولة لبنان بالفول لوك اللي هي كمان رح تصير بكرة كمان برعشين. صورة رعشين رياضية سياحية، قلب طيب، طبيعة حلوة، مناخ طيب، هي رعشين. مع بطولة لبنان للفور باي فور أضافت منطقة رعشين لرصيدها حدث رياضي بيعكس اهتمامها بالأنشطة المختلفة اللي من شأنها تنشط المنطقة سياحيا واجتماعيا. مروان، اليوم من بعد خبرة طويلة بعالم الرياضة الميكانيكية من الفورمولا 1 للموتو جي بي للإكستريم سبورتس يلي عم نشوف كنا هون أوف رود، وكنا شفنا أيضا بنشرات الأخبار موتو كروس، أيها هيك بتحسها على الموضة اليوم أكثر وأكثر؟ ما بعرف كنت عم على الموضة ولا شو ذوقي؟ ذوقي أنا بعده يعني يمكن ذوقك بعدك على غاليات على الفورمولا 1. على الفورمولا 1 من أكثر الأشياء اللي بحبهم، أكيد موتو جي بي عم بحبها أكثر وأكثر كمان. هي بوست، يعني يمكن أنت أعطيتني التشبيه هلا أوف إير، الفرق بين الموتو جي بي والفورمولا 1 مثل الفرق بين التنس والسكواش. سكواش هي الموتو جي بي والفورمولا 1 هي التنس، اثنيناتهم حلوين بس واحدة فيها أدرينالين أعلى، واحدة فيها أدرينالين أعلى على وقت أقصر إذا بدك. يلي بيحب يفكر علميا واستراتيجي وتقنيات بيروح فورمولا 1، بيروح فورمولا 1. يلي بده ادرينالين ويشوف مخاطرات وتصوير حلو وكل شيء ممكن يتغير بيروح موتو جي بي. بس كل سبورتس هيك عم بيصير، وكنا عم نحكي عن العالم يمكن لانه المشاهدين صاروا عم بيكونوا شباب واصغر اكثر. يلي بدك تعطيهم انفورميشن كثير سريعه ومختصره، ما عاد فيك تعطي اناليسس طويله وعلى كل حال كل العالم صارت عم بتفوت وبتعرف اكثر، بيتجهوا كلهم للإكستريم سبورتس، كلها عم تنحب. هذا اللي كنا الروبورتاج عم نشوفه قبل، كمان نوع من الإكستريم سبورت وحلو كتير ولابق لطبيعة لبنان، يعني مبين ناتشرال بأرضه على الصخرة اللي بنعرفها، على التراب اللي بنعرفها، مش حلبة صناعية، حلبة طبيعية. صحيح، هذا الحلو فيه. أكيد في عنده مستوى كبير هذا النوع من السبورتس إذا بيروحوا بشكل احترافي فيه. إن شاء الله الشباب يجيهم دعم يعني ويتجهوا تعملوا شيء محترف أكثر وأكثر ويتعلموا منه، بلكي بنكون من إحدى جولات العالم. يعني صديقك فيليبي نصر رح يوصل على لبنان بعد ساعات قليلة، ورح نشوفه عن صديقنا بلي كرم قريبا رح يعملوا زيارة بالمعرض، رح بيضل بلبنان لفترة 10 أيام بالطبع، رح بيكون إلا لقاء نحن وياك معه للبناني البرازيلي فيليبي نصر. جورج، قبل ما نختم مع التنس، كلمة شكر لمين بدنا نوجهها باسم نادي الراسينج؟
بلا ما افكر اكيد مع الوزير ميشيل فرعون اكيد بالطبع طبعا الوزير ميشيل فرعون ورئيس مجلس الامناء الاستاذ روجيه صهيون اللي هالسنه تم تعيينه من قبل اداره النادي رئيس رسميا. مجلس الامناء رسميا كان يحب يشتغل صار له 5 سنين نعم. عم بيواكبنا ويعني اذا بدك هيك روجيه من الناس اللي دائما داعمين للنادي دائما بحب منطقته بحب الاشرفيه بحب الانديه اللي فيها واقف حدنا رجل الاعلام والاعلان يعني الله يخلي هيك ناس بالرياضة وإن شاء الله بغير أندية يطلع لهم كمان مثل ما نحن لأنه إذا بتلاحظ رياضة بلبنان صارت واقفة على أشخاص معادت يعني صعب تلاقي مؤسسة عم بتدير أندية كتير صعبة هيدا الوضع الاقتصادي اللي كنتوا عم تحكوا عنه وبرجع بقول الحفل السنوي تبع النادي اللي عم بيكون ناجح كل سنة عن سنة أنجح وأنجح الفضل الكبير فيه للسيدة باولا اللي هي إذا بدك عم بتخلينا هيك دائما قال لي على الموسم ونحن مرتاحين عم بيكون النادي جاهز لانه عم بخليكم تحسوا بثبات وامان طبعا ان كان مادي وان كان اداري اكيد بستعمل الحفل قبل ما ينطلق الموسم ويكون عندك على القليله لتقدر تقلع بمبلغ معين بالاجانب او باللاعبين اللبنانيه او بالمدرب يعني هيدي اهم خطوه بالموسم بالفوتبول هي اول خطوه فنشكرهم كلهم اكيد ما بدنا ننسى الراعي أبو الياس فرح طبعا أبو الياس فرح ما فينا ننسى طبعاً. ابدا أبو الياس فرح وبالختام رح منكم اخبار التنس عم نشوف مين عم بيقترب اكثر واكثر من رولان جاروس وهو مرتاح رافائيل نادال يمكن عم يلعب بغياب السويسري روجي فيدرير يلي صديقه لمروان راسي ولجورج سويدي يلي فضل يبتعد عن الملاعب الترابيه بمفاجاه نوعا ما، هو قدر انه يعمل نوع من جراند سلام صغير اذا فينا نقول ببدايه الموسم ربح الاوسي اوبن ربح انديان ويلز وميامي، ولكن من بعدها عم نشوف اللاعب الاسباني الماتادور الاسباني ربح بمونتي كارلو عم يربح ببرشلونه بدنا نشوفه شو بده يعمل بروما من بعد فتره قليله قبل ما نكون نحن وياه وياكم بالاسبوع الاخير من ايار مع انطلاق دوره رولان جاروس يلي تعتبر الحدث الابرز يلي بيصير على الملاعب الترابيه الصلصليه الحمراء بعالم التنس وطبعا مواجهات قويه جدا رح نبقى نتابعها بهاللعب وانا شخصيا بعتبر انه تيرباتو هو الاجمل على التنس صحيح بس ما عاد في يحمل فيدرير تيرباتو يلي الرالي بيطول فيه يعني نفس البوينت تفرق معه عده ثواني وبنهايه المباراه بيفرق الفتنس تبعه بين على كورت سريع وبين على كورت بطيء يركز يمكن هلا ني على العشب اكثر على ويمبلدون موسم قصير وشغله كثير حلوه صحيح شكرا لك مروان شكرا لك جورج يعطيكم الف عافيه بنتمنى انت انا بعرفك يعني قد ايه مغروم بنادي الراسينج يمكن ادروجي ومعالي الوزير ونتمنى لكم التوفيق وانت مغروم بنادي الراسينج اكيد اكيد ونتمنى لكم التوفيق وتحضير جيد للحفله اللي رح نتابعها بعد 10 ايام هذا كان كل شيء فاذا بنرجع نلتقى الاسبوع المقبل ودائما عبر اثير محطه الام تي في Thank you.